يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومئة وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة واثنين وثلاثين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثلاثمائة وست وتسعون الف شخص